ألف ألف مبروك للشعب الجزائري، فوز منتخب الجزائر على منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، هدف بغداد بونجاح في أول دقيقتين أو قبل أول دقيقة كمان، أسرع واحد من أسرع أو أسرع هدف في تاريخ نهائيات كأس الأمم الإفريقية. ألف ألف مبروك للشعب الجزائري. الحقيقة منتخب الجزائري يستحق، لعيبة رجالة، مدرب رائع، جمهور رائع. الحقيقة حاجة كانت جميلة جدا جدا، مرحمة تاريخية بيسطرها جمهور الجزائر مع لعيبة الجزائر مع الجهاز الفني، حاجة جميلة جدا جدا جدا. ولكن قبل كل دول ألف ألف مبروك للجمهور المصري. الجمهور المصري الحقيقة اللي عمل ملحمة رائعة طوال شهر بالكامل، من يوم 21 أو من يوم 21/6 لغاية 19/7. أفضل شيء في هذه البطولة هو التنظيم، وكل شيء رائع في هذه البطولة. الجمهور المصري عمل ملحمة تاريخية حتى المباراة النهائية. ألف مبروك لشعب الجزائر، ألف ألف مبروك للجمهور الجزائري، وألف مبروك طبعا للمنتخب الجزائري. خلوني أرحب مرة أخرى.